الحقيقة سيادة العميدة، أنا من ساعة ما قابلت حضرتك وعائلتك الكريمة حسيت يعني إن إحنا علاقتنا ببعض مش علاقة مريضة والطبيب بتاعها. أنا استريحت لحضرتك جدا والبنات حضرتك الأفاضل. الأفاضل يا راجل، افتكرتك محتاج فلوس زيادة ولا حاجة. إحنا كمان أول ما شفناك بقالك معزة خاصة عندنا. حس كده بقى حضرتك شجعتيني ان انا اطلب ايد الانسه شرف. حس كده انت عايز تتجوز بنت شرف؟ شرف الشايله الزايده؟ يا فندم، يعني لو حضرتك ما عندكيش اي اعتراض عليا. اعتراض؟ لا ما فيش اعتراض، انت انسان ممتاز واي ام تتمناك، بس انت مش شايف كده ان انت استعجلت شويه؟ استعجلت؟ هو في حد تاني يعني او الانسه شرف مرتبطه؟ ايه مرتبطه دي؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ احنا ما عندناش الارتباط وقله الادب في عيلتنا، القاموس ده مش موجود، انتوا عندكم معلش لكن احنا لا. لا يا فندم ما اقصدش خالص، مش عندنا خالص والله، انا اقصد يعني حضرتك ان هي يعني مخطوبه. وبصراحه انا اول ما شفت حضرتك قلت ان بيتكم بيت اصول، وده شجعني اكتر الى ان اسيب حضرتك. معلش اصلا انا في مساله الجواز دي دقيقه شويه، واي واحد بيتقدم لبناتي لازم اسال عليه فيش وتشبيه، واسال عن عيلته كلها، وكل كل 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 اللي تقدموا لبناتي رفضتهم. الحمد لله الحمد لله. على فكره انا بسال صاحبه الشأن وبتكون ساعات كده موافقه، بس انا برفضهم برضو.